بسم الله والابن الروح القدس لان واحد امين. نتامل من مائده رب المقدسه في هذا الصباح المبارك من سلسله خيمه الاجتماع، النهارده الجزء العاشر، المرحله الخاصه بالاغتسال في الجزء العاشر. مبدئيا عايز اقول في كل صباح وربما أيضا في باقي النهار كلنا بنستعمل مراية، نروح نشوف شكلنا فيها قدام المراية، وخاصة السيدات ربما أكثر من مرة في النهار كله، جميعا بدون استثناء صباحا عندما نغسل وشنا نصحى نبتدي نبص في المراية. المراية دي بتخاطبنا جميعا، بتقول لنا شكلك مكشر، كويس، عابس، مبسوط، فرحان، شكلك وحش، شكلك كويس، أي إن كان. وبالتالي من المراية بنقدر نجهز نفسنا ونعد نفسنا لأفضل حال. بنشوف في الحقبة الفرعونية تقريبا 3000 سنة قبل الميلاد استعملوا أشكال عديدة ومختلفة للمراية، ولكن المراية في الوقت ده ما كانتش بالشكل اللي احنا عندنا، الإزاز والأنواع الفخمة، كان الأشكال قديما عبارة عن شكل فضي أو نحاسي بتعكس الوش. طبعا الجودة بتاعت المراية أو رؤية المراية مش زي مراية النهاردة، الريزولوشن بتاعها أقل بكتير من ريزولوشن المراية بتاعت النهاردة اللي هي جودتها عالية. الأشوريين تقريبا ب4000 سنة استعملوا المراية قبل الميلاد، يعني قبل الفراعنة أيضا. هل يا ترى موضوع النهاردة في وصلة بين فكرة المراية وموضوع النهاردة اللي هو المغسلة اللي هنشوفها في سفر الخروج اصحاح من 30؟ عندنا اصحاح 30 بيكمل في الموضوع ده، بيقول لنا: وقال الرب لموسى: وتصنع مرحضة من نحاس، وقعدتها من نحاس للاغتسال، وتجعلها بين خيمة الاجتماع والمذبح، وتجعل فيها ماء، فيغسل هارون وبنوه أيديهم وأرجلهم منها عند دخولهم إلى خيمة الاجتماع، يغسلون بماء لئلا يموتوا، أو عند اقترابهم إلى المذبح للخدمة ليوقدوا وقودا للرب، يغسلون أيديهم وأرجلهم لئلا يموتوا، ويكون لهم فريضة أبدية لهو النسل في أجيالهم. هنا ما بديناش مقاسات شكل المرحضة أو المغسلة البرونزية، هي شكلها زي الحوض اللي بنستعمله قد يكون النهاردة. بيقول لنا تصنع مرحضة من نحاس وقعدتها من نحاس، يبقى المادة بتاعتها ايه؟ النحاس، عكس معطيات اللي خدناها في أجزاء الخيمة قبل كده، كان أغلبهم بيكون من خشب الصنط أو الذهب أو خشب الصنط ومغشى بالذهب، المرة دي من النحاس الخالص. مذبح المحرقة اللي خدناه اللقاء الماضي كان خشب ومغطى بالنحاس،
فاكرين النحاس بيرمز ليه؟ الخطية. ايه دوره هذه المرحضة؟ المرحضة دي اللي موجودة من النحاس موجودة كمان في سفر الخروج 38 بيتكلم عنها ويقول لنا وصنع المرحضة من نحاس وقعدتها من نحاس من مرائي المتجندات اللواتي تجندنا عند باب خيمة الاجتماع. يعني اتصنعت المرحضة من النحاس. جابوا النحاس بتاعها منين؟ الصافي من السيدات. فاكرين لما خرجوا من مصر وكانوا العبرانيين عبيد وبيشتغلوا عند المصريين، ولما خرجوا خدوا هدايا من المصريين، ذهب وفضة وخشب ونحاس وأعشاب اللي هي منها العطور والزيوت. المتجندات دول كانوا في وقت موسى طلب من سيدات يكونوا دايما في خدمة الخيمة من بره. يعني حتى في العهد القديم بنكتشف ان للمرأة دور في الخدمة، مش بس كمان في العهد الجديد. ولما الرب طلب المرحضة او المغسلة او الحوض بالتعبير بتاعنا النهاردة، خد موسى نحاس المرحضة كله من السيدات. السيدات اللي هم تبرعوا بالنحاس كله الصافي. النحاس ده كانوا بيعملوا ايه بيه السيدات؟ هو المراية اللي كانوا بيستعملوها في شعب مصر او شعب العبراني او في العهد القديم. كانت المرأة تنظر الى المرآة النحاسية وتشوف شكلها فيه. فكلهم تبرعوا بالنحاس اللي عندهم، المراية اللي عندهم، وعطوه لموسى. فين موقع المرحضة؟ ده السور الخارجي للدار الخارجية، وهنا خيمة الاجتماع، وهنا بنشوف مدخل الباب الرئيسي، وهنا مذبح المحرقة، وقدامه أو بعده على طول اللي هو المرحضة قدام باب خيمة الاجتماع. يعني في المنتصف ما بين مذبح المحرقة وبين باب خيمة الاجتماع، وتجعلها بين خيمة الاجتماع والمذبح، تجعل فيها ماء. يبقى هنا ده مكان المذبح، عفوا المرحضة، ويكون فيها ماء. ايه دور المغسلة دي؟ فيغسل هارون وبنو أيديهم ورجليهم أيضا. يعني يغسلوا ايديهم ورجليهم هارون والكهنة. لما شخص ما يقدم تقديمة أو قبل ما يدخل هارون وأولاده الكهنة لخيمة الاجتماع، كان عليهم يغتسلوا إيديهم ورجليهم. ليه الإيدين والرجلين؟ اغتسال الأيدي، أن الأيدي هي إيه؟ ترمز للعمل، للشغل. هم اللي بنشتغل بيهم، فيهم التقدمات. وطبعا لما بيشتغل الإنسان إيدي بتوسخ، وبالتالي كانت الرموز للأيدي هي للعمل، وكمان ترمز للخدمة. الأرجل معناها للسفر، للترحال، وكمان للتبشير للخدمة كمان. فإذا الإيدين والرجلين يغتسل بهم هارون الكهنة وأولاده. على فكرة هذا الشرط لم يعطى للعلمانيين اللي موجودين أو الشعب عامة العبراني. يعني مش اللي بيقدم ذبيحة هيروح يغسل إيده في هذه المغسلة، إذا للخدام فقط اللي هم الكهنة وليس للعلمانيين.
احنا شفنا عندنا حاجات كتيرة من البرونز، هذه المغسلة بتاعتنا، هذه أشكال كتيرة منها، وعندنا كمان مذبح المحرقة. إيه المعاني المعطاة لنا؟ نفهم إيه من رمز المغسلة؟ إيه الرموز اللي خاصة أو المعاني من رمز المغسلة؟ كان كل اللي هو خارج الخيمة نحاس ولا يوجد ذهب، زي ما تكلمنا في عناصر الخيمة. الخيمة كان فيها إيه؟ تابوت العهد، الشمعدان أو المنارة، مائدة خبز الوجوه، وعندنا مذبح البخور. دول أربع عناصر كلهم كانوا لإما من ذهب خالص، لإما من خشب الصنط ومغشى بالذهب، إلا حاجتين عندنا: مذبح المحرقة اللي كان من الخشب ومغطى بالنحاس، وعندنا المغسلة. المغسلة ومذبح النحاس خارج خيمة الاجتماع، لأن دول برمز الخطية، النحاس في رمز الخطية، إنما باقي العناصر داخل خيمة الاجتماع لا يوجد في القدس وقدس الأقداس خطية، حيث يكون الله اللي بنسميه في بعض الكلمات محضر الرب أو حضرة الرب، يعني وجود الحاضر لله. إذا الله موجود لا يوجد للخطية، إذا الله مش موجود هناك تكون الخطية. فعشان كده النحاس خارج الخيمة معناه الخطية ومعناه البشر، ولكن داخل الخيمة معنى الذهب ومشتقاته، الذهب والخشب ومتغطي أو مغشى بالذهب، معنى إيه؟ حضرة الله، الله الصافي، اللاهوت والناسوت. عشان كده حتى في أفكارنا البسيطة في كنائسنا بنعتبر ده صحن الكنيسة كأنه بره خيمة الاجتماع، وهنا بنسميه قدس الأقداس باللفظة الخيمة دلوقتي، لكن حاليا ما بنقولش كده. فداخل هذا المساحة من بعد هذا الدرابزين ده بنشوف قدس الأقداس والهيكل، حضرة الله. حتى في طبيعة الشعب بيميز فترة وجوده على بنوك الكنيسة في صحن الكنيسة وبين لما بيدخل الهيكل. طبعا الله بيقدس كل الكنيسة كلها، ومش هنقول إن المكان ده مقدس وهذا مقدس، لا، الكنيسة كلها مقدسة، وبالتالي من أول ما بندخل الكنيسة إحنا في حضرة الرب. هل للغسيل في المرحضة أو المغسلة دي رموز حاليا كنسية بنعيشها، ولا إحنا بندرس فكرة لأصنام وعبادة لأشياء أو جماد أو عناصر بالية انتهت؟ هل بتكمل النهاردة في الكنيسة نفس الأفكار دي؟ يبقى أرجع تاني، هدف المرحلة هو الاغتسال، والاغتسال معنى إيه؟ التطهير، الطهارة، بالمعنى الكنسي أكتر التوبة. يبقى الكاهن قبل ما يدخل يقدم بخور أو محرقة اللي هي الذبيحة أو رش الدم، إذا كان الكاهن أو رئيس الكهنة أو الكاهن الأعظم، كان عليه أن يتطهر بفعل التوبة، وهذه التوبة كمان كانت نيابة عن الشعب كله عن خطاياهم. فرمز الماء هو توبة، هو تطهير، هو عودة الإنسان إلى مكان عليه. يبقى المية رموزها في الكتاب المقدس هي للتوبة والتطهير وعودة الإنسان إلى مكانته الأولى. في أشعياء بيتكلم كمان عن استعمال المرآة اللي احنا دي الشكل الفرعوني للمرآة النحاسية، عكس اللي احنا عندنا النهاردة، ولو رحتم متاحف هتلاقوا منها. في آية 22 بيقول لنا ايه؟ بيتكلم ما قبلك
كل ده عن السيدات ازاي اللي كانوا بيزينوا وبيكونوا بسبب المرأة بيقدروا يشوفوا شكلهم الحلو والزينة بتاعتهم. ولكن من آية 22 يقول لنا والثياب المزخرفة والعطف والأردية والأكياس. في آية 23 والمرائي، مرائي جمع مراية، والقمصان والعمائم والأزر. دي إن بيقول لنا في أشعياء النبي حتى بيتكلم على موضوع المراية واستعمالها. طيب في العهد الجديد إيه الرموز اللي خاصة في موضوع المغسل؟ لو نتذكر في إنجيل يوحنا 13 الحوار اللي كان بين يسوع وبين بطرس، قال له يسوع الذي قد اغتسل ليس له حاجة إلا إلى غسل رجليه، بل هو طاهر كله وأنتم طاهرون ولكن ليس كلكم. إذا في شخص ما زال عنده خطية، الكتاب المقدس يرمز لي إلى أنه غير طاهر. والشخص اللي من غير خطية بيسموه في الكتاب المقدس طاهر أو نقي أو بار. فهنا بطرس مكسوف ورفض أن يغتسل. يسوع بيقول له انتبه، لا إيه، لو لم تغتسل ليس لك مكان عندي. يعني أنت بترفض فعل التطهير وبترفض فعل التوبة. كانت هنا الرمزية مش موضوع بس عادات وتقاليد غسل الأيدي والأرجل قبل الأكل أو عدمه أو في الضيافة، ولكن هنا كان معناها رمز للتوبة. الإنسان محتاج للغسل أي للتوبة والتطهير. كمان هذا النص بيتاخد، ولكن ده مش موضوعنا النهاردة، ولكن بعرج عليه، إنه لا يعاد معموديته، من اعتمد لا يعاد معموديته مرة تانية. في هذا الإطار كمان في كورنثوس الأولى إصحاح 13 بيقول لنا إيه؟ فإننا ننظر الآن في مرآة. إيه المرآة دي؟ في لغز، لكن حينئذ وجها لوجه. الآن أعرف بعض المعرفة، لكن حينئذ سأعرف كما عرفت. فإننا ننظر الآن في مرآة. هل يقصد القديس بولس مرآة العادية النحاسية اللي كان بيتكلم عنها في الوقت ده؟ لا، قديس بولس بيرمز للمرآة هنا للكتاب المقدس. الكتاب المقدس لما أراه وتابع كلمة الرب كأنها هي مرآة ليا. كلام الرب هو مرآة ليا، بيخليني أفهم نفسي خاطئ ومحتاج للتوبة. المرآة هي بتخليني أعرف شعر عايز يتسرح، شكل كويس مش كويس فيا، شكل حاجة ورمة في وشي مش ورمة، هكذا. مرآتنا الحقيقية نحن المسيحيين النهاردة إيه؟ هي كلمة الرب، يعني الكتاب المقدس. إذا بتقرأ الكتاب المقدس هو مرآة اللي بتقدر من خلالها وعلى ضوءها تعرف إنك خاطي أو لا، وبالتالي محتاج فعل التوبة والتطهير. ولكن بيكمل، حينئذ وجه لوجه مع الرب، هنكون وجها لوجه مع الرب في ضوء كلمة الرب. طيب نكمل تاني رموز بعد ما خدنا من العهد القديم والعهد الجديد بعض الآيات اللي بتتكلم عن المرآة والمغسلة. هنشوف رموزنا النهاردة في طقوسنا في القداسات إيه الطقوس اللي احنا بنشوفها. هل المغسلة دي بتدينا حاجة لربط طقوسنا النهاردة ولا لا؟ أول حاجة، الكاهن كان في العهد القديم لازم يغتسل قبل ما يدخل الخيمة. غسيل إيديه بيرمز للكاهن أيضا اللي في بداية القداس، يجوا الخدام أو الشمامسة الصغيرين
بيجيبوا له الصينية أو الطبق ومعاهم الإزازة المية بيغسل إيديه. معناه هنا إيه؟ إنه بيتطهر عشان الذبيحة. الكاهن يطهر عشان الذبيحة بغسل الأيدي. يبقى هنا في ربط. في العهد القديم الكاهن كان يغسل إيديه عشان بيدخل بعدين بالبخور إلى مسبح اللي هو البخور اللي جوه أو لتابوت العهد في خيمة الاجتماع. فإذا عندنا المشهدين اللي قدام حضراتكم، مشهد الكاهن بيغسل إيديه هو نفس الفكرة متاخدة من العهد القديم في خيمة الاجتماع. عندنا مزمورين بيتكلموا عن ده. المزمور 24 بيقول لنا إيه؟ من يصعد إلى جبل الرب ومن يقوم، جبل الرب هنا مكان التقدمة، ومن يقوم في موضع قدسه. يبقى هنا الجبل ده معناه قدس الله، مكان الله، مذبح الله. إيه الشروط اللي بيطلع أو يصعد لمذبح الرب ده؟ طاهر اليدين. يبقى هنا كان برمزيته طاهر اليدين بالغسيل، ولكن معناه إن في توبة، مش بس الطقوس الخارجية، غسل الإيد هو اللي بيخلي الشخص طاهر أو نقي، ولكن دي رمز عن التطهير الداخلي. ونقي القلب الذي لم يحمل نفسه إلى الباطل ولا حلف كذبا، يعني ما بيعش الخطية. في مزمور 51 بيقول لنا إيه؟ اغسلني كثيرا من إثمي ومن خطيئتي، طهرني. حتى لما بيبتدي يغسل الكاهن بيقول له إيه؟ اغسلني يا رب، جددني، بيردد نفس الكلمات. يبقى أول مشهد عندنا في القداس هو غسيل أيدي الكاهن وبيردد من كلمات المزامير: قلبا نقيا يا الله اخلق فيا، وروحا مستقيما جدد في أحشائي. في بعض الحاجات التانية موجودة في كنائسنا علينا ننتبه لها، وخاصة الكنائس اللاتينية. لما بتدخل في الكنائس العريقة من عند الباب بتلاقي هذا الإناء البسيط اللي فيه ماء، أو بيكون بحجر أو بيكون بنفس شكل المغسلة في كنائس القديمة أوي، بنفس شكل المغسلة بيكون كله رخام زي جرن المعمودية أو الحوض، ومثبت لإما في نص الكنيسة برة أو على الجنب. وبنلاقي المؤمنين في الطقس اللاتيني بالذات هو داخل بيعمل إيه؟ بيرشم إيده، يحط إيده في المية ويرشم إيده بالصليب بجسمه بالمية. دي معناه إنه بيقول إيه؟ أول ما هدخل إلى قدسك يا الله لازم أتطهر. وهو خارج كمان بياخد تاني من المية المقدسة دي اللي الكاهن باركها في القداسات ومحطوطة في هذا الجرن أو المرحلة دي، وبيرشم نفسه إنه النهاردة هو خارج للرسالة بعد التطهير والذبيحة اللي تكملت على المذبح. دي عادات مهمة جدا. كمان عندنا في طقسنا الشرقي والإبطي بنلاقي المعمودية دايما في آخر الكنيسة، يعني في مدخل الكنيسة أنت وداخل. وهنا هذه المرحضة بترمز إلى المعمودية. المعمودية هي أول فعل للشخص اللي بينتمي إلى العائلة المسيحية أو للكنيسة أو لشعب الله، بيتطهر من خلاله المعمودية. إذن كان في حاجتين العهد القديم: لتقديم الذبيحة، ده فعل توبة، وفعل التوبة الثاني أن يطهر من خلال الكهنة اللي بتغسل إيديهم في المرحلة. إحنا عندنا نفس الفعلين: مذبح المحرقة والمعمودية. إحنا قلنا بفعل المصالحة أو سر الاعتراف أو التوبة، هنا بتقدر تدخل من باب الكنيسة وتبدأ إنك تقول أنا حتقدس عشان يكون لي النعمة أقدر أحضر الذبيحة والقداس. يبقى أول حاجة من خلال الكرسي الاعتراف سر المصالحة والمعمودية اللي خدناها وإحنا صغيرين. في حاجة تانية: الكاهن بيرش مية في نهاية القداس أو في بعض الطقوس المختلفة، في لقان خميس العهد
وعندنا في أكثر من مناسبة إن بيكون عندنا والغطاس بيكون عندنا الكاهن أو في كل الأحاد أو في الأعياد الرئيسية بيترش آخر القداس بعد الذبيحة ما بتخلص الكاهن بيرش المية على الشعب إنه هنا بيقول لهم تقدست بالذبيحة وقدمت فعل توبة. انتبهوا لازم تكونوا مقدسين وتكملوا مقدسين ولما تخرجوا حافظوا على التوبة دي والنقاوة والقداسة لما تعيشوا في المجتمع. عشان كده موضوع المية هي بركة ولكن تذكير للتوبة ولأنك هتكون مبشر بعد غسل الأيدي اللي هي العمل بقدس أعمالي بإيدي ورجلي الغسيل الأرجل معناه أن هاخد سفر هخرج هكون مبشر من خلال أقدامي يعني بذهب للجميع. عشان كده يقول لنا الكتاب المقدس ما أجمل أقدام المبشرين. أنهي بحاجة مهمة النهاردة مزمور 51 أو 50 بحسب الطبعات اللي إحنا في طقسنا الشري في كل المناسبات بنصلي بعد صلاة الشكر اللي هو ارحمني يا الله حسب رحمتك حسب كثرة رأفتك امحو معاصي اغسلني كثيرا من اسمي ومن خطيئتي طهرني لاني عارف بمعاصي وخطيئتي امامي دائما. اليك وحدك اخطأت والشر قدام عينيك صنعته. وباقي المزمور اللي هو مزمور التوبة والاغتسال. النهاردة عشان كده في آخر رمز وكان في حاجات تانية بسيطة في خيمة الاجتماع عايز أقول لكم كل العناصر دي كانت ترمز للمسيح. طيب هل النحاس اللي هو للتوبة يرمز للمسيح؟ المسيح هو مش هو المحتاج التوبة ولكن عطانا وسائل للتوبة، عطانا الكاهن مساعد لوسائل التوبة، عطانا المعمودية وسيلة للتوبة، مذبح المحرقة هو يسوع اللي صلب على الصليب والمغسلة النهاردة هو اللي غفرنا بدمه على الصليب. عشان كده في الكتاب المقدس ورموزنا في حاجتين بيستعملوا، الدم هو للحياة والماء هو للاغتسال. وعشان كده حتى بنضيف في الكاس مية اللي هي كأنها نزلت من جنب المسيح وهي رمز للتطهير مع دم المسيح أو النبيذ في التقدمة. النهاردة عايزين نكمل في مفهومنا لتأملنا في خيمة الاجتماع كل العناصر دي الرجع. الأسبوع اللي جاي إن شاء الله هاخد كل مراجعة عامة لخيمة الاجتماع وكل الرموز اللي فيها أو العناصر فيها هنربطها بالذبيحة الإلهية وبالقداس وبحياتنا الليتورجية اللي احنا بنعيشها. وحيكون اللقاء اللي جاي الأخير في خيمة الاجتماع عشان نبتدي نجهز نفسنا لزمن الميلاد. أنا مع حضراتكم بمشهد بسيط شرح للمغسلة الموجودة. Near the entrance to the main tabernacle structure was the bronze laver, which the priests used for ritual washings. Here the sons of Aaron were washed, anointed, and clothed in the priestly robes prior to becoming a priest. The priests would also ritually wash their hands and feet here before performing sacrifices and entering the holy place. This served as a reminder that they were to be spiritually clean prior to coming before the Lord. آخر حاجة المغسلة من نحاس واتاخدت من نحاس المرايا اللي كانوا السيدات بيقطنوه. وكل من ينظر إلى المغسلة إلى النحاس اللي فيها بينظر إلى وجهه الخاطئ. السؤال اللي نطلع بيه النهاردة في آخر التأمل، ما هي المرآة التي بتنظر ليها يومين؟ هل المرآة الزجاجية أو أي نوع الماتيريال بتاعها ولا
المراية الكتابية الكتاب المقدس بتنظر لي وبالتالي بتعرف خطيتك. كان العهد القديم يعرف خطيته بيبص يشوف شكله في الشكل النحاسي من خلال المغسلة. في العهد الجديد بننظر ونشوف شخصيتنا الحقيقية في كتاب المقدس على ضوها. ولإلهنا المجد الدائم إلى أبد أمين.